بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يديه بحسن ظنه بك. إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عملي وراجيا منك الصف عن زللي. إلهي قد رفع إليك الظالم كفيه راجيا لما لديك فلا تخيبه برحمتك من فضلك. إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا راجيا وفاضت عبرته مستغفرا نادما وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف ولكن سولت لي نفسي وأعانتني على ذلك شقوتي وغرني سترك المرخى علي. فمن الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. فيا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط. ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي فكم أتوب وكم أعود. أما آل لي أن أستحي من ربي. اللهم فبحق محمد وآل محمد اغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.